وحما تبت منتدى وحما عشت في الأوطان للهنا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح في الجسد هب فتاك لب نداك في همي ورد دم هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب والتي تعد من أهم الأحداث في تاريخ المغرب الحديث، احتفل الشعب المغربي بها بشكل مميز تجسيداً للنجاحات التي حققها الشعب والعرش خلال مسيرتهما الطويلة نحو الحرية والكرامة واستعادة الحقوق المسلوبة وتطلعاً نحو مستقبل واعد. قام السيد سعيد الصلحي باشا مدينة تيفلت يوم الأحد الموافق 20 غشت برئاسة مراسم تكريم هذه الذكرى العزيزة على قلوب المغاربة. شهد الحفل رفع العلم الوطني وعرضاً من فرقة القوات المساعدة في ساحة باشوية تيفلت. حضر الحفل إلى جانب السيد الباشا قيادات الملحقات الإدارية في مدينة تيفلت ورئيس مفوضية الأمن بالنيابة ورئيس مصلحة السير والجولان، بالإضافة إلى عدد من رجال الأمن ومدير السجون المحلية تيفلت 1 وتيفلت 2 وقائد القوات المساعدة. كما حضر الحفل ممثلون عن المنتخبين المحليين وشخصيات من ساكنة المنطقة وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى. أعدت باشوية مدينة تيفلت برنامجاً متنوعاً لإحياء هذه الذكرى العزيزة. إلى جانب مراسم رفع العلم، شارك السيد الباشا سعيد الصالحي في مجموعة من الفعاليات، منها ندوة فكرية في إطار الذاكرة التاريخية. كما قاد السيد الباشا والوفد المرافق له زيارة إلى المركب الرياضي السوسيو رياضي سعيد بلقولة. تضمن هذا المركب نشاطاً رياضياً تعريفياً برياضة الرماية بالنبال الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال بالتعاون مع نادي قوس تيفلت للرماية بالنبال. حضر الفعالية رئيس الجامعة ومدرب المنتخب الوطني لهذا النوع من الرياضة. احتفالية إحياء ذكرى ثورة الملك والشعب تمثل لحظة مميزة للتذكير بالإنجازات التي صاحبت هذه الفترة التاريخية. تبقى هذه المحطة محفورة بأحرف من ذهب في ذاكرة المغرب، حيث يواصل البلد مسيرته المباركة نحو مستقبل مشرق تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.